الشعبية يطلقه بعض المسلمين على الذين يتمسكون بالسنة ويطبقون الإسلام على حسب فهم السلف الصالح من الصحابة والتابعين وأتباع التابعين. وأهل السنة هم الفرقة الناجية، وهم كذلك الطائفة المنصورة، ويرجع ذلك إلى ما جاء في الأحاديث النبوية، حيث إنه صلى الله عليه وسلم أخبر عن افتراق هذه الأمة إلى 73 فرقة، وأخبر أن هذه الفرقة كلها في النار إلا واحدة. وعندما سئل عليه الصلاة والسلام عن هذه الواحدة التي ستنجو، قال: هم من كان على مثل ما أنا عليه وأصحابي. ومن هنا سميت هذه الفرقة بفرقة الناجية، لأنها نجت من العذاب يوم القيامة بإذن الله، ونجت في هذه الدنيا من البدع والخرافات والأهواء. هذا سبب تسميتها بالفرقة الناجية، وذلك لسلامة عقيدتها ولسلامة منهج عبادتها ومنهج دعوتها، حيث إنهم يبنون عقيدتهم على أدلة الكتاب والسنة، ويبنون عبادتهم على هذه الأدلة الصحيحة الثابتة، وكذلك دعوتهم قائمة على هذه الأدلة الواضحة بإذن الله سبحانه وتعالى. ولذلك فإن الله ينصرهم كما جاء في حديث رسولنا محمد عليه الصلاة والسلام، حيث إنه قال: لا تزال طائفة من أمتي على الحق منصورين، لا يضرهم من خذلهم حتى يأتي أمر الله وهم كذلك. فأخبر في هذا الحديث أن هذه الطائفة تنال نصرا من عند الله سبحانه من عند الله تعالى لملازمة